تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش بالجيزة. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن المشروع أنهى معاناة مثلث مشكلة كبيرة على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أن المحطة تمثل أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى أنها تخدم 9 ملايين مواطن وتم إنشاؤها بتكلفة تقدر ب6 مليارات و200 مليون جنيه.